Gino! Gino! استنى يا بت! Gino! يا ابني! Gino! الدش قطع! خلاص يا عطية، خلصت على الجهاز اللي دادي جايبهولي كله. دادي؟ دادي مين ده يا بت؟ بابي. برعي؟ برعي المنجد باسمه دادي يا بنت المنجدة! بقولك يا بت، صمت تام. جري حالا تروح تجيبي لي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر. خلاصي! اهو جه اهو اهمد بقى. خلاص. مساء الخير، ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمي بتاع الدش، اسمي انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. مساء لا مؤاخذه سوري، انا اسف سامحني اصلا. مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج، انا اسف. انت بتاع الدش؟ ايوه يا فندم، انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف. ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ لا تقعد شوف شغل كده. مش هضربك بايدي دي. لا بلاش دي، بلاش. عشان دي ضربت العظماء. العظماء اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ صاعق الناموس. صاعق ناموس؟ ايه ده، انا حشره؟ هو ابوكي ماله، مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك. ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزني. فين بطاقتك يا ابني؟ بطاقتي ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ ادي له البطاقه. اتفضل يا حبيب بطاقه. اتفضل يا فندم، ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تصدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بطاقتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك، اصل انا اتفاجئت، انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين، سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي. انت اسمك ايه؟ ايه اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي، خليني انا. اعرفني بشغلي، اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه؟ قناه الساموراي. ساموراي ايه ده؟ انا عندي شويه قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا، قناه الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. اسمع كلامي، انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه، العظماء السته. سته؟ ايوه. العظماء سته ايه يا ابني؟ العظماء السبعه. ما الزعيم بتاعهم مات من شهر، انت مش متابع، شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه، هو يعرف السبعاوي؟ سبعاوي مين ده؟ انا بهجس معاك يا اخ. واحد الله، واحد السماوي مات. هو قريبه يا مدام؟ قريبه. طب خلاص لو سمحتوا، عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. ريموت هتلاقيه هنا ولا هنا؟ ادور عليه، انا بشتغل عندكم مش بيتكم. ريموت فين يا عم؟ ما تهدى بقى وترتنا. دور على الريموت. انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك؟ اجري دور على الريموت. يلا. انت طبيعيه ولا هو اللي مش انتوا؟ انتوا شكلكم انتوا الاثنين. ادور عليه فين؟ دور عليه هنا. حاضر، انا بشتغل عندكم. ودور انت كمان هنا. خد ايه العيل حضرتك؟ ما في، ممكن تقول لو سمحت. انا اقوم. اصلك واخد نص الشقه فممكن يكون موجود. أولني. ما بقومش، انا اسف. انا اعتمد على نفسك. استنى، اعتمد على نفسك. لف لف. يا نهار ازرق ومنير. طب حضرتك، طب بسيطه، انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. لا. ليه ليه انت مش واثق فيا؟ بطاقتي بطاقتي معاك اهي، بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا، انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. ده نقاش. ده انت نقاش. ايوه، في ايه نقاش؟ بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات، ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه؟ ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ على... هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وماما الله يرحمها يا بتقولي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون ده؟ انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا، انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي، انتوا اصحاب الشقه مش انا. عايز الريموت ده. بصي الواد ده انا شكلي فيه. شكك في ايه؟ وانا كمان شاكة فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا تبان عليكم عيلة مجنونة وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعالى بس ما تلبس. هو بيعمل بيوطي فجأة في وشي ليه كده؟ تعالى ما... استنى. ايه؟ ايه ده؟ ما الريموت اهو يا هوب. فيه؟ يا هوب موت اهو. خد يلا موت اهو. اهرب اهرب. وحياة امك وهسيبك. بتاعتك معايا. الريموت 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 الريموت. تعالى. الحمد لله الحمد لله، ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين مين؟ الو، فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وادي التليفون، وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي. يخرب بيتك. مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟
مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقولك ايه ما تقرفنيش، ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه انتهينا. لا ولا لوني ولا زفت. قول لي لونك مخطوف كده ليه يا سيدي؟ انا مخطوف ولا حاجه خالد، ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام، انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى يا خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. اتكلم بجد، اتريني بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه. هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ طنط سوسن اللي في الدور الاخير. هربت برضه؟ ايوه. الله، انت عارف كل الستات اللي هربت مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك، عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا وصاي الناس كلها معاك في عماره واحده من رغيك ورزالتك. والنبي اهرب معايا، اهرب مش معاك. ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه، ايه ده عيل الرزق ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا لا، هفتح السبيكر. الو، فين الرب؟ تعطي عطيه مين؟ وربنا عطيه. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي، روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هتكلمه، يمكن عايزك ولا لا؟ مش عايز، انا مش يا عايز. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك ابعد يا خالد. يا كريم، سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجة مهمة، حاجة تافهة، ريموت، ريموت. أسيب السطوح اللي تربيت فيه وكبرت فيه، أسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاية وأنا صغير، دش دوت بتاع أنكل عبد الحميد اللي في الدور التاني، أنا عارفه، ركبته معاه، بس كان راجل رخم، أنا بوظهولك. يلا، العرب ساتي الجميل، لكل العمارة فرحت لما ركب، بس خلاص بقى أنا ههرب، هم يقعدوا يتفرجوا، إن شاء الله عنهم ما اتفرجوا على حاجة، بس أنا هبوظ كل الدشات. ممشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو، كله غلط. يلا يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي، كل ده ريموت يضيعه. يا رب يا رب. ايه ده؟ ابويا، ادعي لي يابا، ادعي لي يا امي، ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا، بص ابويا كان برنس ازاي، وقمر، وامي وشها زي القمر، بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول، لان المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعولي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي، دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي عودلي بتاع شهرين، يهدوا عليا شويه، بعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، اقعدلي سنه يكونوا نسيوني، بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. رايح بقى عشان شكل الرحلة هتتعبني شوية. هو فين؟ هو ايه؟ مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسالها هو فين، لحد ما نسيت احنا بنسالها عن ايه. كده القرصان هيبهدلنا، ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مش عارف ابرق. اعترفت سونسون. يعني ايه؟ ما اعترفتش. طبعا، وهتعترف ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكوا 3 سنين بتستجوبوها. طبعا هتقعد تقول لي بقى. اوف جت. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديتي الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا، ما انا معايا جزء اخبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان، ايه يا جدعان؟
يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بت؟ اكلمك ايه؟ ادي حجتك اهي، فين الريموت؟ ما خلاص تستابيل مش بتلك الزفت، فين يا بت ريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج؟ فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم؟ عند الليب. عند الليب؟ انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانيه واحده. ما ايه؟ ما قالك؟ شلت البلاستر، قالت في الليفينج، مش محتاجه مجهود، صح؟ انا في حاجه كده نفسي اعملها وانتوا حسيتوها، خايفين، انتوا خايفين صح؟ معلش معلش. سكوا مرس. ما بفهمش كلام. ايه الاوفر ده؟ انضربت بصاروخ، ايه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقى ولا اقول لك سلامت. قتلتهم كلهم. لبسة الرجالة. اسم الله عليك. ايه يا قمر؟ الله يخليهم لي. اتكل على الصبر وانا اروقك. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص، ده انت طلعتي مراهقة. انا راجل ما بركزت في شهواتي. انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا فينك. يا لهوي يا لهوي يا فضحتي. بريه يا بت وانا اغتصبك بقول لك هقتلك. عارفة ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقولك ايه بقولك ايه يا بت؟ الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. طيب ما بشكرين قوي. هات هات بق. انا مش لسه ضربك طلقتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. انت ايه؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. الريموت يا فوزية، الريموت يا فوزية بتاع ماما. لازم اجيب الريموت بتاع ماما، لازم اجيب ريموت ماما. قومي افتحي الباب. مساء الخير. انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قد عشان انا هتجنن، خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ اه. عندي لاب. هو ده الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. خد خد. اسمع اللي هقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا ببحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عند اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي هنا، تعالي وليه هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه وادي الكليم. طب نقلب كده. قلبي. الله اكبر. الريموت 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 بتاع امك اهو اهو. يهبل يهبل امسك. الله يخرب بيوكو. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون وتبعت لي تاني. خد ايدي مني. خد ايدي. خد في خلقتك. خد ايدي مني. ايدي قرف. اوعي. استنى. يلا يا نبي. يلا خد ايدي. انت بتخونيني يا بنت. نبي يا اخويا عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالثلاثه. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما، تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك. We'll be right back.
مسلوم. بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اخدتي لك تخوني ولا تشوفوه ولا نيلة. انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة الله 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 والله الدنيا هتبقى جميلة إن شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رسلة حلواني. إيه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده أنا غرقان في الحب يا أشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني أعمل معاها إيه؟ الإيه؟ القردة مغلباني أعمل معاها إيه؟ قردة ومياد من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة إيه ومياد إيه؟ والله أنا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما أنا أشوفكم برضو مرة في الشهر بتاع. أنتوا صحابي وإخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه. شكلي يوم نيلة ايه وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيدة بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه ثانيه. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي. مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه يعني. سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا مش حلواني. مش هي. لا مش هي. لا هي. هي في غيرها في القبيله. مش هي. اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها. هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي. روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا حاضر.
عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنشف فجاه، بس هي اما تعشروها تحبوها والله. حاضر اتفضل. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه انت مزود معايا في الكلام؟ مش مزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني، ممكن اقعد 5 دقايق. انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دمها حلواني. اتلم هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك بتاعتي مع المناظر الزباله دول. لا دول مش زباله، دول اصحابي لو سمحتي كده كتير قوي. اتفضلي بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم هي نفس اشكالنا. عم بتهزر يا حلواني؟ دول صحاب بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطه يا شباب، يلا قدامي. اوكي اتفضلي. عادي كل ده اتحرك. حد شاف حاجه؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا غمي لي عليا الحاله دي؟ وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيال، عرفنا سيد. ولا ايه ده؟ ولا قوم روحوني. ايه الحلوان؟ قوم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ده ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلوان؟ يا سيدي حذرتني، طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلوان. حاضر حاضر ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعياد، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعياد. عيني عليك يا حلواني. يا حال حب طحالب دي حلوه قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبي؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ كيس كو سا في سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ طب شمني ليه؟ انا اسف كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دمك كمان بتشمني؟ هي دي التحيه عندكم في الاسره؟ حييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم. طبعا ده حمايه، حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم يا رب. تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي. سوري أنا آسف، بس فعلاً فعلاً قذارة. إيه ده؟ تجاري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني. أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حيواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولاد دي خيلاني وقلقاني، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سيما ماما ليكم سا ليكم سا. طب ماشي انا بفهم، بس يا وليه اثبتي بقى. الله يخرب بيتك، ابوس ايدك انا يعني. بص اؤمر يا حمايه طلباتك، وانت هتقدر على مهرها. بدايه ابن البدايه، بدايه ابن البدايه، يعني انت فضائي ابن فضائي من تبدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده، ما تلمسنيش بس. قصر في المكسر، وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل، وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه؟ يا عم خلص، ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك يا عمي؟ انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض، جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا وليه. اقعدي بقى اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابة يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه ده؟ انا ودني ايه وانا واقف جنبك؟ في ايه؟ احنا جنب نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم، عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بني لها كمباوند، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوند ولا كمباوند ولا نيله؟ بقول لك ايه؟
بص هبني لها كومباوند. ورحمة أمي أنت لو ما ثبتتي لا أدفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي أنت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. كلها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير. هنبني لها زبت كومباوند. في أي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع إيه؟ بتاع كومباوند. موقع إيه؟ ولسه في دنيا، ما كل اللي قدامك ده موقع. هتفرق إيه الأرض دي من الأرض؟ أنت أهبل. بص في الصحراء ونقي وأنا هبني لك. تأمر بحاجة تاني؟ قشطة يا عسل، ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك عسل، ابوك شربات على فكره، ويبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش يا حمام؟ انا ماشي طالع صحراوي. يلا غوري في دهيه، غوري في دهيه. ميرسي بابا. امسك الكلية دي ولا ارميها في اي وادي. بصي صاحب امك ازاي، لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه، انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وهحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء واتهطلوا، عادي ينسوا واستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه، يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه، روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي، ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. نقول ايه امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوك ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حماية. اهلا. مين الجماعة؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنكة قوي كده، ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصة سعيدة. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شموا. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، لو تكره شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفاية ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد. عشان خاطر. تعالى. تخرب بيت ريحة خالك على عم. ايه التقليد النيل اللي بتاعك ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا، مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجة غريبة في العيلة دي، يعني الشم بالنسبة لهم حاجة مهمة. ايه التحية الغريبة دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقولك ايه، تعال اقول لك. كومباوند دي انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي دي وي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعربي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الاولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس استنى يا عم. بلا ايه ده، ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى، خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تتكلم بجد؟ اه. هو كده يعني اتجوزنا؟ اه. انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماية، الف الف مبروك حبيبي. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه، بالمناسبه الحلوه دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه. ها، نفتتح الشريط. هات السكينه وانت واقفه مكانك، عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك. هاتي ده، انت روج. سيبي اوليه. الاولاد انا خايف منها والله العظيم. امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجه، بص هي غريبة، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك مبروك مبروك. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي.
يلا مبروك طلع. الف مبروك اهلك يا عرو. يا عرو مش بهزر سوري يعني. ما ايه ده؟ لا they are very nice. نايس ايه؟ مليت ايه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعه. بقول لك يا حمايه تعالى عاوزك تعالى عاوزك. ايوه حلواني. لا ثانيه بس، الناس دي راحت فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا ايه؟ يتفرجوا على ايه جوه؟ مفيش حاجه. يتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم شم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنطه كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ورا 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 ورا. كل هدو فوق كل هدو فوق كل هدو فوق. وفين السقف يا رجاله؟ الحفله لسه شغاله ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا. كل هدو فوق كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه؟ حب حلواني يقول ايه؟ حلواني يعني الرجوله. حلواني يعني ابن النين. حلواني في الحي هنا كل جبر في المنطقه. وكهف كهف. وطول ما العجله شغاله الكهف بيجيب رجاله. وبالحي عروستنا الجميله فتاه الوادي فتاه الجبال فتاه الليل صاعده الثعابين منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه؟ اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الولية اللي وراك دي قاعد مراتك قاعدها. انا دلوقتي اعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي 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 غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي. اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره يلعبوا في دقون بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسطوا انبسطوا انبسطوا. العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش بس يعني ابويا اما اتقتل في الحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك. فيعني نورت بس راجل طيب. ها هاي هو ها ها نورت يا عم نورت. هوجو 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 هوجو. ده مين شو بقى؟ التافه بتاع العيلة. قمر قمر وقعدته جميلة. والعلم بزنسمان كده. معاه توكيل عظم. بصي بصي الأنواع. بصي اوعى تكون جايبها لنا هدية. حاجة بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليه طلب تاني؟ أمر يا مش. واحد صاحبي هينحتى كده سوا مع بعض. يلا حبيبي. هو هيطول شوية. مرسي حبيب حبيب. عايزك تقول لي على الفرح. عقبالك عقبالك. وجو تعالى ما تتكسفش تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي مخلوق بيضحك على طول فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا بصي هو يعمل ايه. حاجه ظاهره في الجبل ظاهره ظاهره. وبرده مش تافه. تاجر جلود من اللي هو. بصي بصي جايب لك ايه؟ هديه بسيطه. لعبت نفسك يا اخي تشكرين عقبال ليلتك. الله يخليك حبيبي. وبتسمع على طول جميل. انت شايفه عيلتي؟ فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفه ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده. يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحه يعر. بابا ايه؟ يعر بصراحه. اصحابي هيعرفوا يغني هيدلعوا لك الفرح. ما تغني بتغني انت يا حبيبي تبقى حلوه قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله لا غني. عايزه حاجه تاني؟ يلا غني حبيبي حلواني. بتحب حلواني. فاكرين فاكرين ان الجو بتاعنا الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه فاكرينها. يلا يلا واحد اثنين ثلاثه. بدائي 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 بدائي. أموت أعيش ما يهمنيش. أموت أعيش ما يهمنيش. أموت وأعيش ما يهمنيش. أموت أعيش ما يهمنيش. ¡Suscríbete al canal!
وكاتي جت على بوابة والأرض فاضية ومتسابة الدنيا كانت تتيتم بدري ونوال واليام اه يابا لو كانت جت على بوابة والأرض فاضية ومتسابة. ايه يا ريس؟ احنا لسه وصلنا المستشفى حالا. هطمنك يا ريس هطمنك. حاضر يا ريس. حاضر يا ريس هدفع كل حاجة. حاضر يا ريس. أنا زهقت من العنبر ده، زهقت. ده جاي فيلم إيه إن شاء الله؟ إبراهيم الأبيض. الإصابة إيه؟ كسر وأربع مطاوي. إيه إبراهيم الأبيض وكسر وأربع مطاوي؟ يا سونيا ما تتعبي، انسي بقى شغلتك القديمة. ها؟ ولا حنيتي؟ بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده؟ ده الديلر. اه كان فيلم حلو قوي قوي. اه سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت ولا بتعملوا حاجة. الراجل أحمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه. انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكلة في المستشفى. إن الله وإنا إليه راجعون. حول ولا قوة إلا بالله. ده تبعهم؟ ايه ده ايه ده يا ابني ايه ده خضتني. سلامتك اهدى انا دكتور انا دكتور ما تخافش. اهدى اهدى ثانيه واحده حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه بيلق بيلق. بقولك ايه مش عايز تهبله الكلام كويس. في ركبه بتلق فين حتة ده؟ اكتب في التقرير ايه بتلق؟ امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه؟ انا مش فاهم. حاسس بايه يا حبيبي؟ احكي لي ايه الموضوع؟ انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها. انت كذاب انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا. احمد السقا في منتهى الرشاقه كذب. مش عايز انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها ما هو كان طالع بشخصيتين مصر وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبه كماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط كنت اسيب الامتحان. بس كمل 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 انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في التالت اخد السلم كله جري اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل. بطل كذب. دي خلاص دي خلاص. حتى مفيش وطي صوتك بقى عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش زقزقه في العرفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك. ده السقا جنن الناس. مش معقول مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه. كفايه بقى كفايه. ده انت صدعتني ده انت صدعتني. انا زهقت. ثانيه واحده وانت كمان ابعدي عني كده. في عايز اخد نفس. الو يا رانيا. ايه يا فوزي مفاجاه. خير؟ اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك. حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص خلاص وتعزمني على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وبيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبي. باي باي. ايه يا سونيا انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب. يعني اللي في دماغك ده شيء ليه. خلاص احترمي نفسك بقى. اعتبري نفسك شعر مخصوم منك. فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام. اسرع اسرع مش عايز مرقعه. اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد ايه يا ابراهيم؟ قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا
يلا بسرعه. مساء الخير يا راني. حبيبي سوري اتاخرت عليك. معلش. حلو قوي المكان قوي. النهارده كان الشغل كده في المستشفى موت، وكلهم ضحايا حبيبي كاستي دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما جيش؟ انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده قوي؟ هتشوفيه هتشوفيه. بس على فكره قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هيزقونا؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي انت مبسوطه؟ هنشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحتي فن في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ اه هو سفينه بقى استاذ يا استاذ نصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فن. دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لحمة السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوزي. انت يا ابني ايه يا ابني؟ انت بتتكلم باسلوب احسن من كده. حضرتك تمين؟ انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس، انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غو من وش حاجة تقف. أؤمر حضرتك. أنت هنا جاي تعمل دوبلير لأحمد السقا. أنت فرحانة دوبلير إيه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل إيه؟ الضوو؟ الضوو؟ وتاني. ما تقول لف وتريح نفسك. لف؟ ليه حضرتك؟ من حق أعرف. أشوفك شوفني ليه؟ إيه البتهريج؟ أنت هتمثل هتمثل. مش همثل. بقول لك إيه، لف. أستغفر الله العظيم. خير؟ إيه ده؟ خير؟ ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح صحي انت كمان. لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك يا، هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيا حركه ولا انت بتهرجي؟ وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع وان انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش. وجبه كشري. هناكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. مهمية يا رانيا. فوزي انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما اوريلك في حته تانية امثل ايه يا رانيا؟ انت مجنونه. اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو اب يترد عليه. هو يلا بسرعه. جهزوا على المشهد واحد مسلسل للبيجامه الحمراء ايراكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح؟ والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه؟ اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي هحبك. شكلي امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي البواخر؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع احمد. ايه ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني؟ لما بقيت شبه احمد السقا خلي بالك من كلامك. ها في احساس؟ هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعمل؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان انا جيت معاكي اصلا. مش هرد عليك دلوقتي. ولا تقدري ترد. بس 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 يلا 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 بينا. ده لو اعمل ده في البيت. يلا 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 يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل اتكلم بالطريقه كويس. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زي. طب جاهزين يا بيت؟ اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتك كلكم. اتفضل. يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. يبقى افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملتش احسن. احسن ماشي ماشي. انت ماسكني ليه؟ يلا بس قوم قوم. حضرتك اتكلم كويس. اتكلم مع دكتور. طب يا ماشي. لا لا وايدك ايدك. لا 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 معلش ايدك ما تمدش ايدك عليا لو سمحت. اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا ساطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو وكبه وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ ايوه انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي وانا حاولت اقنعه بره. هم اللي زقوني واللطيفه اللي بتحب النجم. ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني.
لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا متفرج. ايه دلوقتي ولا حاجه، انا اعتذر وما اعطلكوش الدنيا. اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده، مش معقوله كده. حضر المشهد بتاع الذبح. حاضر يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده لحظه واحده، اعرفك مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ويس. ما جتش؟ لا ما جتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش، ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه بس. هتذبحي؟ انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه هتمثلي في مسلسل بيجامه الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد الزقه؟ يا بنت ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هيدوك كشري. مش هتدوها كشري؟ بتهزر؟ و40 جنيه. بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تاكد ان هي هتبقى عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بص بصي اللي هيضحوكي، بصي اطفال اطفال ابرياء يا رب. الخطوبه افسخيها في داهيه، انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه ايوه ايوه. عشان انت طول الليل والنهار احمد السقا. اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي اوكي. ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا ناني انت خلي استاذ احمد السقا ينفع. جهزوها للمشهد. لو ما عرفتيش فوزي انت مرمطيني. هي مشيت يا فندم، ده بيني وبينك بقى، لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش، احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حرام يجيبوا الناس دي منين؟ ها يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيمسحوا ايه؟ الدم. يا حبيبي ايوه دم بتاع السينما. هي فاكره بجد حضرتك مخوفه زياده. ما تخافيش. دم يعني دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم وهتمسكوها تذبحوها. ايه؟ تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السقا. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترمش. يلا يلا حبيبي استنوا لما اقول اكشن اكشن. كات. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود دول ذبحوها بجد. البوليس ذبحوا خطيبتي. خطيبتي اتذبحت اتذبحت. قومي يا هبله قومي جريتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعلبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش فاكرك. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطت الشلال. حبيبي يا حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها آه. رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربها. وحش 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 يا استاذ احمد. استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. يا الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. ثابت وثابت انا وفخور بدبابيري. نبطشي طول السنة وحشني يا سريري. ظابط وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري. نبطشي طول السنة وحشني يا سريري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري.
ضابط وثابت أنا وفخور بدبابيري نبطش طول السنة وحشني يا سريري ضابط وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري نبطش طول السنة وحشني يا سريري. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار 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 ده بجد لا مش هبل مش هبل علشان كده مغوار مغوار. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار نار ده بجد لا مش هبل مش هبل عشان كده أنا مغوار. اتفضل يا سي مختار. سلامتك يا سيد الرجاله. سلامتك يا حاج. خير؟ عملتي في ايه يا بدريه؟ عملتي في ابويا ايه؟ رد عليا يابا. مالك مختار ابني حبيبي؟ الحمد لله انك جيت قبل ما السر الالهي يطلع. يابا بعد الشر ما تقولش كده. ان شاء الله هتقوم وترجع زي يا بنتي اسكتي بنت. ايه قراده؟ هتقوم وتقف زي الحصان. وبعدين ياما نصحتك يابا ياما نصحتك. الجواز من العينه القليله ديت يودي في 60 داهيه. ده انت اتجوزت باروكه جبتها لنا من انهي مصيبه دي. انت بتبكي ليه بس يا حاج؟ عيب كده هتاثر فيا. مالك شكلي حفيص يا مختار؟ وزعلان زعلان يابا؟ ده احنا في ايام غبره ما يعلم بيها الا ربنا. ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا. يخرب بيتك عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنان احمد سلامه وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير. بس انا مش هنقولها لك يا زهره ده. مش هنقولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مره مفيش تلفزيون؟ نفرض سمع النشره كده ولا كده. عايزين نسمعه اخبار حلوه. التلفزيون كله اخبار وحشه. اخ التلفزيون ما فيهوش حاجه يا ابني. برضاي عليك يا مختار. هات لي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج عناية يا حبيبي. لازم يسمع اخبار مبهجه تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت اقول لك صحيح يابا عم شفيق صاحب عمرك بيدوروا عليه عيني لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن ايمن ابن اختي يا عيني جاله مرض وحش قوي قوي قوي. واختي ادمنت المهدئات. واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر ابوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. انا عايزك بس انت ما تفكرش في حاجه يا معلم. مش عايزك تتوتر خالص. مختار مختار. مالك يابا؟ حاسس بايه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ اعطسي يا ابني اعطسي. انا بموت يا مختار. ما تقولش كده يابا. ما تقولش كده يابا. يا اسمعني. سلك البضاعة يا ابني. حاضر. سلك البضاعة. هسلك البضاعة وهشرفك. وانا عارف في نفس المكان التسليم في المجاري العمومية بتاعت القاهرة. ما تقلقش يابا اطمن انت بس.
أبا أبا المعلم مات. ألف رحمة ونور عليك يا معلمي، ألف رحمة ونور عليك يا أبا، ألف رحمة ونور عليك يا سيد الرجالة، يا سيد الرجالة. تعالي هنا أصبع الروج، أنتِ أنتِ اللي موتيه، أنتِ والفنان أحمد سلامة من يوم ما اتلمتوا على بعض، وأنتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده، أهو مات. أعمل فيك إيه؟ عايز أرشقك ركبة ببطنك خالص تيجي في وشك، لأن أحجامك غريب، ما أنتِ ملخبطاني. طول عمري ببص للناس كده، أنتِ الوحيدة اللي عاملاني كده، فالتركيبة بالنسبة لي خدي بقى، خدي. أنتِ اللي قتلت أبويا، أنتِ اللي موتت أبويا، أنتِ اللي موتت أبويا. ألف رحمة ونور عليك يا معلم. سامحني يابا، هتطرفت سرك لإخواتي يابا، فاكرينك أب شريف يتشرفوا بيك، وأنت في الأصل معرفتك تعر وتشبع. ألف رحمة ونور عليك يا معلم. شكرا يا معلم، الله يكرمك. شكر الله وسعك يا معلم. وقال لله يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسة. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك. انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره اسمعني كويس يا مختار، انا ودني ناحيتك اهو. البضاعة اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي. عمولتك؟ اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفه. تعالى بس، الحاج سيبنا على البلاطه وكل الفلوس في العمليه الاخيره. انا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. استر علينا، عيب ده شغل رجاله. تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنيننا، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل ايه. سيبونا بس نستلم البضاعه ونفرفش. كل اللي انت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ ايوه. ما هو كان اخر ايامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي لا يا مختار. نعم بالله يا اخويا، ما جالكش في حاجه وحشه. جاي ينصب. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. البقاء لله يا ابني. سعادة الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السوار رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها. شفت ازاي؟ ده انفجرت في الغردقة، جابوها وشرفك بالمايوه على المستشفى. معلش معلش، شرفتنا يا سعادة الباشا. البقاء لله. ونعم بالله. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صف. ايه المناظر دي؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا ادمن انت. ايه ده؟ مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء، بتخيل البني ادم يعني كل يوم بيعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط يا فرح على بيت عز؟ انت مبرش ما جاي تقرفنا. يلا هات من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28000 جنيه ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعي كلها في ايدي تامه. بوقك 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 ده انت بتفتح لنا بوقك. انت ابويا مستلف منك 28000 جنيه؟ انت بتتطرق عليا وبتتمسخر عليا يا استاذ مختار، على ان انا ابوك ده ما هيورد على جنة. بوقك بقول لك، بوقك بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا الناس، شوفوا. انت تعال يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم. شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فندم. بكل ونعم بالله ونعم بالله. ايه ده؟ ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه. عايزه رجاله مش عايزه ناس تنهار. نمته خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال، ليلته خفيفة بس ساب أعباء تقيلة أوي. شفت النعش كان طاير، كان طاير. نعش إيه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير إيه؟ هو الريح كان جامد وإحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، أنتوا ما تعرفوش حاجة أصلكم، وما تعرفوا كل حاجة
ما الناس دي تمشي بس. مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحه الدم، ميراث واحنا لسه في العزا بتاع ابونا وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شويه فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهه الفلوس هتبقى شيش وهتبقى شيش ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ ياه بحبه قوي. شرفي اعتزازي. خلاص يا عم ايه النشره دي؟ ايه يا عم؟ هو في حاجه يا مختار؟ لا مفيش حاجه، دينا بنستلى. طب لو حصل حاجه في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا اشرف. لا لا ممكن ابدا. شكلك هتسيبه يا اشرف. الناس دي طولت قوي، انا جوعت بصراحه. وانا كمان. الراجل هيقرا قران تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل ايه طيب؟ طب يا رجاله متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعه ساعه ونص، انتوا بقالكم كتير قوي واحنا جوعنا بصراحه. اقعدوا في الهوا زي ما انتوا عايزين، بس اخر واحد والنبي يقفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم انت اهو، دي ناس فاضيه. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي. كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله. وحدوه حط دي يا امي هنا. عين يا دنار. لا لا، عشان نبقى من الاول على الابيض، انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على موضوع ما كنتش عايز اقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه، ما كانش حارمني من حاجه، جاب لي شبشب في ليله العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أم. كان من اعز اصدقائي، كان مهنيني، ما حرمنيش من حاجه. خدت الحبايه خلاص يا حاج، خلاص بقاء لله. بقاء لله. السر اللي انا عايز اقوله لكم، لازم اسالكم سؤال قبليه. ابونا الله يرحمه كان شغال ايه؟ كان عطار قد الدنيا. عطار هو ده الخازوق اللي انتوا شاربينه من الاول. ابوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. يا كلب يا كلب، بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك. تقول على ابوك كده اللي كان من اشرف الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. وانت يا بنت، وانت ابوكي كان كيوافير؟ ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. اشوف فيكم يوم يا ولادي. شوفيها ماما. يا نهار اسمك، ماما اتجننت. معلش روحي الحقيقه. يلا بقى بنت دي بكرهها من صغرها. ما علينا. الكلام ده بجد يا مختار؟ ماما كيف هيجر سويت للأسف. آه يا فضحتك يا أشرف، يا نصيبتك السودة يا أشرف. أقول إيه لزمايلي في الداخلية؟ أنا اللي بطبق القانون. أبويا يبقى تاجر سلوفان، الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعدالة الأخلاقيات، هو نفسه ابن تاجر سلوفان. بقول لك ايه يا حبيبي انت وهو، كفايه نواح والولا. عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون، يعني ممكن نتطرد منه في اي لحظه. ايه ده؟ والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم؟ الحاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سلوفان، بس انا مقاستك كل حاجه. أنا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبة بابا نجيب اللي في أول شارع نوال، عارفها؟ بس عايزكوا تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي أقوله يتنفذ بالحرف. أنت كدبت؟ معنى كلامك ده إنك عايزنا نساعدك في جريمتك. أيوه هتساعدني وغصب عنك، يا إما مش هتطول ولا مليم، فهمنا؟ إيه ده بس؟ إيه ده يا مختار؟ إيه ده؟ اقعد اقعد يا عبيط أنت، بلا أهدى بلا زفت. من هنا ورايح كلمتي هي اللي هتمشي. وبالمرة بقى عندي مفاجأة، طالما إيه فتحنا قلوبنا لبعض، أنا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا. لا ما أنا هعرفك على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت، يا رؤى أؤمر يا اسم مختار.
رقص يا بنت الاخوات شوية. ست لما 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 ست لما روح امراض لما لما ست لما فرش فرش يا فرش عند الضابط وحي ابا من باين. ايوه يا بنت يا سيبتها يا ايوه يا يا امي ده كلام. صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواك وصل للدرجات. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان. وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحه ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. انا رايك يا حاجه، ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجه. المهم بضاعتنا معاه. يا نهار اسود، البضاعه البضاعه بتاعت البلاعه مختار. لا بلاعه، لا بلاعه، لا انزل معاه كمال الميه. كمال ده فين فين؟ انا اسمي اطرف يا عم، مش وقت ده في الشارع. انزل معاه الميه. شقه عمري، شقه عمري ضاع كده برضه يا مختار. تعملها فينا الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وابو دقموشة والدفاه. انا مش عايز دم، شقة عمري راح. حرام عليك يا مختار، جبت لنا نار يا مختار. مش وقت كلام، انزل معايا يا امي. حرام عليك، شقة عمري راح. جبت لنا نار يا مختار. جبت لكم العار، ده انت اللي جبتوا لي العار. انتوا اللي نقيتوا فيها، انتوا اللي نقيتوا فيها. خرب يا فرحة شرفة الفاتنية والبلاعة والبلاعة وحبيبتي ماسكة الولاعة. البلاعة والبلاعة وحبيبتي ماسكة الولاعة. شاع عمري راح، شاع عمري راح. امي اسكتي بقى، ولا ابنك ولا ستي، ولا ابنك ولا ستي، خربت بيتي. شاع عمري راح. اخوانا لا تصفروا، دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا. قولوا للي اكل الفراخ يخاف، يا اخوانا لا تصفروا، دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا. يا ابن الناس يا ابو دهشوم استناني، هعدي عليك انا والدفاس. يا فسواني يا فسواني ملك قافش، يا ابن الناس يا ابو دهشوم استناني، هعدي عليك انا والدفاس. عايشين حرام في حرام، وعيشة شمال دقوا المزاهر بخروا. قولوا للي اكل الفراخ يخاف، يا اخوانا لا تصفروا، دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا. قولوا للي اكل الفراخ يخاف، يا اخوانا لا تصفروا، دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا. زنت الرجال فهلوي ونجم بين
وحشنا ابويا قوي، هلاقي بقى فين كده طيبه زنت الرجال فهلا. لا حول ولا قوه الا بالله، البودره دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه. لا يا ابني ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمه اللي اداني ربنا، بس انا صعبان عليا شباب البلد، بودره التلج دمرت اجيال، بذمتك دول المستقبل، دول هيبقوا مستقبل. البودره دمرت شبابك يا بلد. الله ولا قوه الا بالله. اللي الواحد شايفه ده؟ معلم عايز سندوتش معلم فاطر. ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقول واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ تسلخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا هتغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام الكامل ده؟ لا ما ابوك كان شقي ياض يا ميشو. من زمن الزمن كنت قدك كده. ايام ايام يا ميشو. اشتغلنا انا واصحابي ببودره التلج وبودره العفريت، سدد لنا مليونات وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعه خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلوا لنا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم، بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال. وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك يا ميشو وخليك واد فروت، الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، دي الفلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ بالاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ للاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليك كبر يا ميشو. معلش افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. لا ده يا عم ان شاء الله. تعال. مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يباركلك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا ياض؟ كله تمام. شد حيلك طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا هارنور؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وبطل الداء القديم. انا خدامك يا معلم ما اقدرش. انا عارف ما انا عارف. وريني. ايه دي ياض؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله. هعديها لك. الفرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ 100 100. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجاله لازم تفهموا ان سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المره الجايه عايزه 28، عايزين نكسب. ها؟ اهو امرك يا معلم. يا ابويا انا كل يوم اتعلم منك حاجه جديده. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشه 30 40 قطه. لا انا عايز افهمك حاجه، الحنيه في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوه تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبه دي؟ انت يا معلم. تسلم الايادي، تسلم الايادي. نقصها 10 سنتي. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده عايز اقول لك نصيحه، افهمني بقى، ابوس ايدك ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي، ايدي توجعني. ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى ياض، عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك، اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا ياض، انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر افهاني مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوان اخي يعني ايه؟ يابا ده اي كده اي كده اي حنام حنام حنام. ايه انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العز المال. قول لي يا عم وسع. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي شويه على النار، بس خلاص سماح انا مش هقتله. اصيل يابا. بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كده وي كده وي كده وي كده وهو راح كده كده وي حاجه. حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه محدش فاهمه.
انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا يلا حرام يلا يلا يا خاين. اكتر حاجه اكرهها الخيانه. اكتر حاجه. الله نورك يا كباس. اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جايه بعد الساعه. تعالى ياض ياض، عايز امسك عظمه. الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجه من بعدي، والحاجه دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل اهو يابا. ثلاث حاجات ما تقربش منهم في حياتك. ثلاث ايه؟ حاجات. اول حاجه ضابط المباحث. ضابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لضابط المباحث. ثالث حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهرطه والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يا ابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستاتيوس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستاتيوس على الفيسبوك. جدا. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستاتيوس. امال يابا حطيت امك ولا لا؟ عشان بتزعل وتغير. طبعا يابا. حط عمتك عنياد بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني في الستاتيوس بتاعك. كبرت ياض، ياض كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك. الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبه اللي نفسي فيها؟ فيسبه؟ فانا بقالي ساعه عمال اديك نصايح، ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله وتقول لي فيسبه؟ الله يخرب بيتك. اطلع من هنا يا. خلاص يا. ما تدخلش معايا المخزن. خلاص تاني. يا فيسبه يا ابن الهايفه ده. ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه ايوه يا حاج. ايوه ايوه يا حاج. امرني سخني لي الكوارع اللي فايت من العشاء. عينيا. قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورق الطلاق. حلو قوي الجو ده. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا وردة. بقولك البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ وطي صوتك وطي صوتك. بقولك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا بس اياك يطمر. مش هيطمر. اه لقيتها. هي ايه؟ ورق الطلاق. سليحه. يا اخوان اسمها المجنونه دي، حول ولا قوه الا بالله. بابي يا سي بابي حبيبي. يا بابي عايز ايه؟ في واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك بره دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأني كريمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الولد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي واقف بره ده؟ نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف؟ هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبشه زكي. يا حاج. ايه؟ حاج. حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج. يلا اهلا وسهلا. اهلا ما تخدمنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خاتو عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت له؟ اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. اه انا تحت امرك يا سعاده الباشا.
اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا. اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 نقعد او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني اللحمه. تقطعي اللحمه. اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده. ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج يا حاج حاج. معلش يا ابني بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. أرجو إني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا أخي ما قلنا لك في أي وقت. أهلاً وسهلاً بيتك. خطوة عزيزة. كلمني عنك وعن أسرتك. إحنا عيلة لها باع كبير قوي في الداخلية. لها إيه؟ باع كبير قوي في الداخلية. أهلاً وسهلاً. والدي يبقى مساعد أول وزير الداخلية. زهرات يا وردة. وعمي يبقى مدير أمن جيزاء. صوت يا وردة. جدي اللي قبض على ريا وسكينة لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق إيه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمالي ختمة وحشة لما المؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخلينا أخرف. شديني يا حضرة الظابط. ما شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا. ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش. سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الظابط. امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه. وجوهرتكم المكنونة. انت هتقول لي يا سيدي الشعر من هي عيلالي. اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استأذن يا عمي. ندائي الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يا قوم؟ لقيتوه فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. الدخيل. معلش معلش أصلها رقيقة أوي بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفشي فرفشي فرفشي. عجيبة. هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ أعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي دول كتير أوي. زي البق في البطانية. بس بشرفي انا ايهم بقى ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه ايه رجع ايه في الليله السوده دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل. ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي ساعه الباشا ورد. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله. تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. انت مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاها. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكون هبل يا بنت. مش هحبه يا بابا. بتقهر امك ورحمه امك ما انت متجوزاها. بص بقى يابا هتوافق على مدحت خير وبركه مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزاع. لا تعالي بقى افهمك الصح. ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي كانت وصولات امانه وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا انت شديت لما تخش اوضتك انا مروقاها. اوعي تنكش السرير تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. قتلها يا
يعني ما دخلتش السجن في المخدرات اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغرف ده يا ام الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا اكل معاك كوارع؟ طبعا اقعد. انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو رياله اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج. بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود. ضابط شرطه. يا اخوان يا افضل اللي بتتعلم. الواحد مبقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. ده في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف يهزوا ليه. بس هنعرف. هنعرف. بقول لك ايه يا عم الاسطى؟ ايوه معلم. الف مبروك يا سيدي. انا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمة وردة يا معلم. مين المعلمة وردة دي؟ خدامتك يا معلم. بنت وردة الخدامة اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعة اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمة وردة والشماعة اللي معاها. يبان عليه شماعة معتبرة. يبان عليه شماعة وأبوه شماعة وعيلته شماعات. حلو. البيت برضه وقعت واقفة شكلها. وهي فين المعلمة؟ منتخة فوق شوية. خليها منتخة مش شاكلين أصلا. تعال شمشاه. الله يخليك يا معلم. تعال خد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. معلمة وردة والشماعة. اما نشوف. هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجالة تربيها. دستور. الله. ده كلام صحيح بقى. انا قلت الواد الصنايعي بيخرف. وقلت هطلع على وردة كده ولا وردة كده. ده طلعت البنت وردة الخدامة اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفرة. بعد ما كنت بتزغرطوا انت واهلك على الطبليه وستاير وقيمه. الله 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 الله. جرايه ورده منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا ورده؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمة؟ والنبي طبعا. ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومة دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجاب لك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. ما فيش بلاش. لازم اعرف جاب لك ايه يا وردة. دكانة وشقة. وردة 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 وحشتيني يا وردة. ياد اللي جابك البيت النجس ايه اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت واجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ بيته؟ لو انت مشمش. انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت يا ميشو؟ ايوه يابا قلبي وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيجلي بكرسي بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقطع اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستاتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عينات عليه. لا ما تقلقش خليته شالني من عليه. اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى انا بجبسك. هيك هيك هيك. اقف فيها اقف. هوبا.
قال الشلال الرعاش يا ميش. يا ما بتفقر ليه كده؟ قال الشلال الرعاش يا ميش. ابوك بقى عبيط يا ميش. وايه اللي عبطك يا ابني؟ هديت ابوك يا ميش ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب. كله اللي شنبك يابا. راحت عليك. ايه؟ مسك الشنب يا ميش. هيه بابا. ما قلت له بلاش يا عقاد. يا عم عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا يا عم يا ليلى 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 عينا ليلى 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 واه اه يا رب طية متفقين عليا اه يا رب طية متفقين عليا سنة دلوقتي عمري رجعت لكم جنيه مش همشي لما رجع اللي خسرت لا جدع ده كريار وريني هتاخد فلوس ازاي ايه بقى كريم يا جدع ده احنا اصحاب يا جدع وعشرة عمر يا جدع الله ده احنا نقر يا جدع ده احنا حوار استنبول تشهد عملناها يا جدع ايه ده 40 جدع في الموضوع ايه يا جدع يا جدع يا جدع ايه انت بتنقط يا عم انت ولا حوار استنبول ولا بتاع كل ده كذب انا مختلف عنكم تماما يا جماعة بص على الشعر حد عنده الشعر ده بتاع كريم بتاع كريم ها حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعة ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم عيب احنا خسرنا لكن الخسارة مش عيب لكن يا ترى انت فكرت لحظة واحدة بس هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار انت واخد الموضوع بمأساوية ليه كده تصدق مفيش حاجة نعملها ايه ده مفيش اي حاجة حرام نعملها تاني حتى المشروب خلص خمرة وشربنا وقمار ولعبنا عايزين نعمل حاجة شمال كده بقول لكم ايه نعم احنا كدبنا على بعض النهارده الصبح صح الصبح طب جبنا في سيره الناس بالنميمه بعد الظهر تسع اللي قاعده معانا انت مقرخ كل حياتنا اي بس عرفت الموضوع ما تحرشتوش باي واحده النهارده لا لسه بس هو ده اللي فاقر الموضوع هو ده يلا شوفوا بقى بنت اي بنت رايحه جايه كده وتحرشوا بيها وانا اظبط لكم الموضوع طب يلا ايه مش تيجي معانا ولا ايه انا هراقبكم واظبط لكم الدنيا يلا يلا خلي بالكم بس الشمس عشان الدنيا نار بره يلا على ما اقولكم الله بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي يا جماعه مطر ايه ده وانت احنا اللي عاملينه ايوه يا كريم بس ده في رعد وفي برق ايوه لما نعمل مطر لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100 طب والزفلطه يعني نعمل فيها ايه ما تعقدهاش بقى بقول لك ايه لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها شكلك تاجر بصل ما تفضحناش يعني المطره دي مش بتبل لا بتبل يا اخويا يلا بقى اجري يلا اجري يلا اجري يلا لغوني على طول قشطه سلامه يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري ها قولوا لها تعالوا شوفي شعر كريم ها
قشطة. ياه خلاص يا بطة هانت، كلها أسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الأحراش والأدغال. إمتى بقى يا طيفة إمتى؟ خلاص أنا مش قادرة أستنى. هانت يا بطة إلا بالحق، أنت بتحب الأحراش ولا الأدغال؟ إيش معنى يعني يا طيفة؟ الأحراش خضرة أما الأدغال صفرة. بموت فيك عشان أنت فهيم. يا حياتي. قلنك إيه الوقت خد، خلينا أمشي خلاص، الساعة داخلة على 3 بالليل. بطة أنت حبيبتي خطيبتي، أنا من حقي إن أنا أسهر معاك وأسافر كمان معاك. تسافر معايا يا طيفة؟ هو أنت حالتك تاكل يا أخويا؟ بقولك إيه خلينا أمشي أحسن، أنت عارف أهل الحارة عاملين إزاي، البت مننا لما تتأخر بعد الساعة 1 بتتلط. ده تخلف ورجعية. نعمل إيه بس يا طيفة نعمل إيه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شوية حتى نسقوكي عنا. طب ممكن المرة الجاية؟ على رأيك. يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده، شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ اوبا اوبا اوبا، مين البنت الجامدة دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمة جول. فاكر عم جول كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ دي كبرت وحلوت قوي يا ده الكريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلو، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيمو، مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ اه حلو. ايه المنظر ده، رايح تتطاير ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت قلت لي نتحرش؟ حرش يوم اتنيل ايه، البس حاجه يا جماعه. انا مش موافق بصراحه رغم جمالها. لازم نتحرش كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب عقله. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معاك. لا انا ماليش دعوه، اتفضلوا اتفضلوا، تعال تعال تعال. انت بيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطه، ايه الحلاوه دي يا بنت بطه؟ طيفة انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه صح؟ عارف يا بطه، عشان انا ذكر. ملك خلي اي متحرش من دول يتحرش بك، وانا الهاتشو بسنني. بقولك يا ذكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجوله اكلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟ لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. طب معلش عشان القعده عائليه بس، فشويه نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك. شكرا يا فندم. الله يخليك، مع السلامه. مصطفى اشكرك، انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطه بالحق. معلش يا فندم. اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها، انا معايا واحده تانية. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بعد. خطرت معايا العيال عايز تتحرش خلصت. معلش يا فندم. ايه؟ خلي بالكم منها. لا دي في عناية، اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت، انا اوصلها. على السلامة يا درش. شكرا يا فندم. مالك قابل، شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوة دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا، ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش. يا جدعان ما ينفعش. يا كيمو زينب، ايه ده، ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى، عيني عينك كده. مش عارفه مالهم، ايه اللي جرى لهم اليومين دول؟ ها مصطفى ساب لي دي، انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو حلو حلو. بس يا واد، بس يا واد، الكلو كلو وجعني الله يخرب بيتك. ولا سيب لي الابهام يالا. يا ابني يا ابني الله يخرب، بالراحه بالراحه، يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتيجوا هنا كتير؟ اه كتير، كل ما نشوف واحده حلوه زي حالاتي كده، انت عارفه اصحابي شباب وبتاع وعايز. انا ماليش دعوه، بس انا بنصحك، بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدفعه. يخرب بيتك، الاكله دول لسه عاملاه من نص ساعه. اه يا الخنصر. يا جدعان دي بنت قريتنا، بنت قريتنا دماغي صحش. بس هنعمل ايه بقى عيال؟ نتحرشوا. اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انتي تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ جايبه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم، لازم اخد حقي. لا يا بطه، اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصت، دوروا الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه، الله اعلم يحصل فيا ايه. وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم منكم كلكم.
بنتي خلاص ما تزهقيناش بقى، الناس تجيبي طبلة وطار وانا فتاة مغتصبة، عرفنا ان انت مغتصبة، انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. اكتمكم اكتمكم اشتنتني ملومكم تاني انا ترتمي انا ملرم بشكوبكم اكتمكم اكتمكم اشتنتني ملومكم اشتني انا ترتمي انا ملرم بشكوبكم. صلى على النبي يا بطة، ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك، هتبقى مغتصبة وهبلة؟ لا اهدي اهدي، انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده، هنتجوز على الابيض على جديد يا بطة. خلاص يخرب بيتك، بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني، وربنا ما انا متكلم معاك. يلا غوري في داهية، يا رب يغتصبوك تاني، ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير. اتفضلي يا عروسة. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا دول العيال اغتصبوني. يا شيخة بقاش قلبك اسود بقى، دي عيال طيبة وغلابة قوي، المجتمع هو اللي ظلمهم، من النهاردة دول اخواتك. انت غشاش وأونتجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شطوركم اختفوها واختصبوها. ذات هو تبدأ من وانا واقف، انت اتجننت؟ اعمل لنا كاس يا بت. حلاوتك يا كبير. منورة ابو فايزة، خش على السنيورة العب. اكيد دي السنيورة. وريني يا اخويا، خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا 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 لا، مش وقت، الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير، انت في الامان، اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. لا مش قاعدين، تعالى عند خالتك، اطلع بره انت وهو. يلا بكلسونك ده. يلا يلا يا خفيف انت وهو، سيب الكوتشينه دي وغرف دايه. يلا. عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي. يلا اطلع بره، مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه. يلا بره. ايوه جميل. بره. أقذر الناس عرفتها في حياتي. بره يا زبالة. فعلا زبالة. تعالي يا حلوة. يا وسخ يا ولاد الأدب. مبروك عليك مبروك عليك شقتك. اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي، فصلوني. متخليش حد يعصبك بقى، دي ليلتنا. تعالي. أيوه كده، اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله، النصيب ده. أهلا أهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا محدش يقفلك، احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وهننبسط آخر انبساط. حلو قوي حلو قوي، انا بحب الانطلاق ده، حلو قوي ده. ميرسي يا بنتي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها عايزه فلوس؟ لا ده بعد الدخله على طول هطلبها. اوكي اموري. انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي. خير؟ قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه كنت حابه اقول لك ان شاء الله الموضوع ده مش هياثر علينا خالص. ثانيه واحده. انا باذن الله حل. ثانيه واحده. ليه انا خليني اكمل بس. لا في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبة. مغتصبة؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا الجوازة دي خلاص فيك، الجوازة دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه؟ حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي، قلت اتجوزك وامشي. نعم. قالوا لي بنت الناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ حس... مش كنت معايا بتتفرج عليا وانا بغتصب؟ انا كنت معاك وانت بتخطب. امتى الكلام ده؟ كريم. ايه؟ الصبع. صبع؟ وانت مريضة ولا ايه؟ كريم الاكلادور. اكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكاني يا كريم. كاني ايه انت؟ ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا ابو كلسون؟ انا بشوفه في كل حته بس ما عرفش بيعمل ايه بصراحه. لا لا يا كريم ما تهزرش، ولاد عشان يخش شورت شعرك وما لسه هتعملي بقى الحبتين دول. لا اذا كان على شعر انا مش هشوره من زمان، مش اول مره هشوره لك، فاهدي كده وشكلك فيه بقى لشام ريحه الجنان. ريحه جنان؟ لا يا حبيبي الكلام ده عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي، مش عند انا. عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي؟ يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتقيد وتطفي؟ لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفني الجو. يا سلام يا سلام يا اوعى يا اخويا يا اخويا، فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله؟ هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مغتصبه. ايه ده البجاحه؟ ويعني ايه مغتصبه؟ انا اول والاخر واحده مغتصب ولا ايه؟ اه يعني هي حاجه شريفه قوي، ما تتلم يا وليه. شريفه ونص، ما تتلم انت كمان. لا اوعى كده واصحى. لا هصحى هصحى، وبدليل ان انا سايب لك البيت وماشي. لا يا حلوه هتسيبني وتروح فين؟ تعالى انزل اقعد عليها مع اصحابي. لا يلا يا وليه مجنونه. تعالى يلا يا مجنونه.
راسي هيكر لجيم بير ماس شكرم برديم أمبلاس دكريم درديم أستيقاس بريلين ديش مسي فطومة يا فطيمة يا طماطم يا فطمطم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقدم فطومة يا فطيمة يا طماطم يا فطمطم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقدم عشلر انصر درر شند السند مغر يصندم عايش البرمد السلر يمسي لرلن بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شطرة ايزي بالتركي هاجة قولها ان شاء الله لو بالاندونيسي بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شطرة ايزي بالتركي هاجة قولها ان شاء الله لو بالاندونيسي اكرر دم سرق قليل بني مش اللي راهي سرلم عردي سوى جرم سرل شيلر مكسر الدم عكشر لبلر السم برني مر عكشر لبلر الدم صري بيج عكسر لنسل نبي عالكسر بلر اندي واسهر وبرطم خبيت سنين في قلبي بشتكي واسهر وبرطم اكشر دم سرقة مردم ارش سطن لدمدم ارش سر لدمدم فطومة يا فطمطم اي يا هي 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 وهي هي 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 يا هي 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 يا هي 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 مختلف قار الدرم لو كنت عملت حاجة صدقيني هعترف وخديها مني كلمة يا طماطم وعقلي كيمو التركي صادق يا حلوة لو حلف أنا دبلك سرقة من رشيت السمن لمعكس دلدم أدورني السبن ناقص من الشيء لدلدم يا ميدو قلت لك ابعد عن الباب ده دلوقتي ابعد عنه انا مش عارف الراجل ده جاب لي السشوار ده منين داهيه يا ابني قلت لك تعالى ناحيه دي نجم ماجد المصري وصل هلو يا صبري هلو يا نجم غدا عبد الرازق جت المدام بقى 8 ساعات هنا وسيزو جاهزه خليها تستنى انا لسه عندي مجموعه 50 ضغط عشان عندي مشهد صعب قوي يا صبري ايه علاقه الضغط بالتمثيل يا استاذ ازاي يا صبري انت تافه ولا ايه انا كماجد المصري معود جمهوري ان امثل بكل عضله بجسمي وكل شعرايه في دماغي طبعا الموهبه دي بتاعت ربنا بس النجم يا صبري لازم يبقى عنده ادواته ايوه ايه ادوات النجم يعني يا استاذ يعني مثلا سشوار بتاعه سان اويل بتاعه كرنيش جيم بعدين بتكلم معاك ليه انت تافه وانا نجم انا نجم يا ابني شوف شغلك اتفضل يا استاذ السشوار جاهز جاهز يا استاذ شغلوه مساء الخير يا شباب مساء النور يا فنان يوم جميل ان شاء الله غدا عبد الرازق جت سوري دود حبيبتي مش واخد بالي معلش كنت مديان ظهرك اخبارك ايه الحمد لله ايه تاخرت ليه تاخرت حصلت لي كارثه ايه اللي حصل مصيبه السشوار بتاعي فرقع في البيت السشوار ده اه والله فرقع
انت عارفه بقى ده مارك هجيبه منين؟ اضطريت اجيب واحد محمول صغير امشي بيه الحل لحد انت عارفه شعري بالنسبه لي ايه. تمام معلش حبيبتي. يلا استنى بقى يا جماعه. حاضر يا بيه. حاضر. ثانيه واحده بيه. غدا شوفي شعري تحفه. يا وجد كل الوطن العربي بيتكلم على شعرك. الحمد لله الحمد لله. انت عارفه ده بدعوات الناس المعجبين. بمشي في الشارع دود ده الناس بتقول يا ماجد ربنا يعلي سعرك ويفرح البركه في فروه شعرك. شوف اكيد خش لك. حاضر يا فندم. يلا تعالى يلا اتفضلوا. يلا استاذ ماجد. استاذ ماجد ركز اسمع. حاضر يا فندم. يلا يا استاذ ماجد. حاضر يا بيه. حاضر. ما هو شعري انا بظبطه مش عشان اروح بيه عشان امثل في المسلسل بتاع حضرتك لو سمحت اديني وقت. يلا يا فندم يلا خش كليك. اتفضل قول. يلا ستاند باي. يا استاذ اثبت. يا استاذ. حاضر. يا استاذ اثبت. حاضر يا فندم. ما انا بظبط شعري للشغل يا استاذ. استاذ ماجد ستاند باي. جاهز. خش كليك. اتفضل قول. يا استاذ ماجد لو سمحت. ايوه بيه ما انا لازم اظبط شعري. حضرتك مش متخيل الموضوع بالنسبه لي عامل ازاي. انا نازل في المسلسل ده بشعري من الاخر مع احترامي للمؤلف والدور سوري يعني وقايل لكل اصحابي على الفيسبوك بصوا على شعري. فاديني وقتي لو تكرمت. خش كليك. يلا ترن اوفر. قول. 3-1-1. يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد. لا يا بيه مش معقول. ربنا حلاوه يا بيه يعني اخش فيه منكوش الدين وبعدين سوري. شوفوا لنا المنطق فين. انا في عقد شرط في العقد بيديني الحريه المطلقه للتعامل مع شعري. انا اسف يعني احرجتوني جدا. خش كليك. اهو سوري يا غاده وطروني انا اسف. يلا اتفضل. يا استاذ ماجد. يا بيه حاضر. ما انا بجهز. حاضر يا بيه. لا طب ما عماله تلعب في شعرها ما حدش كلمها. استغفر الله العظيم. استنى يا استاذ دقيقه واحده. غدا الورق. انا جاهز يا فندم. يلا اتفضل خش كليك. دور. يا استاذ ماجد. يا استاذ كتير كده. اتفضلي. دور. 3-1-1. ايه اول مره؟ يلا اكشن. اتفضلي اوريك المفاجاه اللي احنا اتفقنا عليها. تعالي اوريك المفاجاه الفظيعه اللي بره. تقدري تتخيلي كام لمبه في المكان؟ حوالي 37,000 في جنيه وربع. تقدري تعرفي انا بحبك قد ايه؟ كل ده عشاني؟ طبعا كله عشانك. الشمع واللمض وصاحب الشمع واللمض. انا تكفيني لمبتين وخلاص. مبسوطه؟ قوي. الجزمه دي مضايقاني قوي. ده عاج اصلي خلي بالك مش ها؟ دي فيها بوش هتتظبط. ايوه كده الواحد يفرفش في بلته. فاكره اول اغنيه سمعناها مع بعض كانت تقريبا يا طالع النخله هات لي معاك بلح. اكيد مش هي دي. سوري كانت موال سجان الغرام لعبده الاسكندراني. انت ما تنساش حاجه ابدا. ما اقدرش انسى. ما اقدرش. حط ايدك على صورتي. ايوه على الصوره. انزلي تحت. على الصوره بالظبط. ايوه اضغطي اضغطي يا بت اضغطي. ايه رايك؟ وديك عرفت كلمه السر. عايزه فاير ووركس سرتي على طول. تلاقي كل حاجه تحت امرك. كل ده عشاني. مبسوطه؟ قوي. الموال. عشان انا بحب الست اللي خشبها عريض. الله يحميكي. مش عارفه اوصفك بايه. طاووس فرس. انتي جمل. انتي يا حبيبتي جمل. وعشان كده عايزك تجري رهوان ورايا على كوبري الجامع. ما تتعبنيش. ايه ريحه الشياطي؟ ايه ده القرف ده؟ ايه ده انت بتقولها يا غاده؟ غاده بتقولها يا جماعه. الحق. انا حاجه شعري. شعري.
خلاص الحمد كان لله. كان لازم كل الشمع ده كنت هتولع فينا. معلش انا اسف بس لازم احافظ على شعري. صدقني كنت ناوي اطلع السشوار بتاع توفيقي بس البطاريه ضعيفه والله. ايه ده انت هتعملي ايه؟ لا سشوار؟ لا غدا مفيش هزار. الا سشوار حرام عليكي كسرتيه. يا جماعه انا ماجد المصري، انا بسجلها على الهواء قدام جمهوري ان انا اعتزلت التمثيل، اني ما اقدرش اكمل مسيرتي الفنيه من غير السشوار بتاعك. مشاهدينا، سمعنا في كل الاوساط الفنيه ان الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن، واكيد خبر زي ده ما كانش ينفع ان احنا نعديه من غير ما نيجي نتاكد منه مخصوص. دلوقتي احنا قدام كرفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقه الخبر. استاذ ماجد، سوري ايه يا توني، بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي؟ استاذ ماجد لحظه من فضلك توني، فين الكريمات بتاعت شعري؟ انا شعري بينهار يا توني، انت فاهم يعني ايه شعري بينهار؟ استاذ ماجد احنا محتاجين حضرتك في كلمتين وانا بقى في تليفون اهم من الدنيا كلها. انت بقول لك ماليش دعوه، مراتك بتموت، انا شعري اهم من الدنيا كلها، بكره اكون عندي بالكريمات. باي باي، مساء الخير. استاذ ماجد احنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه ان انت بتفكر في الاعتزال او فعلا اعتزلت الفن، الخبر ده حقيقي؟ هو فعلا انا قلت كده، بس ده كان لحظه انفعاليه لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات وبيدي اوردرات غلط للراجل بتاع السشوار، شعري كان هيتحرق فكان لازم اقول انا هعتزل، بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان ملوش غير الفن، يعني انا بطمن جمهوري انا راجع، واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه انا مش هعتزل وشعري مش هيجرى له حاجه. طب يعني هل الاعتزال ليه علاقه بشعرك بالسشوار؟ انا يعني حضرتك قلت كلام كتير انا مش قادره افهم. هو كان في سوء تفاهم زي ما بقول لحضرتك، انه انا يعني احب ما اشتغل مع مخرج يهتم بشعري يمكن اكتر مني، لان حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين، مش اجر واحد، باخد اجر ليا واجر لشعري، فلازم ده يتقدر. والاجر ده متساوي ولا شعرك بياخد اكتر؟ لا شعري بياخد اكتر انا يعني، وده شيء يسعدني. ما هو شعري حد غريب؟ ما هو شعري فعادي يعني، ما كله جاي لي انا، فاهماني؟ يعني هم لو دفعوا فلوس لشعري هيروح يدوه لاحمد السقا؟ هيدوهوني انا صح، مش ده شعري، فالحمد لله. هل شعرك ده بيبقى سبب في غيره ما بينك وما بين فنانين التانيين؟ لا هو كان انور وجدي بس، ولكن انور وجدي ما كانش بالطول ده، يعني الاستاذ انور وجدي ما كانش بالطول ده، وكان في سمعت من بعض الاصدقاء ان كان في بعض كلام وانه مش مستريح لشعري، بس طبعا ده استاذنا ما اقدرش اتكلم عليه ولا ارد عليه يعني. طب حضرتك مثلا استخدمت كيراتين ولا ده شعرك الطبيعي؟ يعني بتستخدم لا انا ممكن يعني هقول لك على حاجه ما قلتهاش لبنت ابدا، اسمح لك تمسكي شعري؟ امسكه؟ امسكي لو سمحتي. ده كرياتين؟ اه ده كرياتين؟ لا قولي للناس ده كرياتين اللي عند ماجد المصري؟ لا مش كرياتين خالص، لا لا ده كله طبيعي. طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع، هل هترفض الدور عشان شعر؟ والله لو الفلوس كتير ارفض طبعا، توظف شعري يعني، لو عرضوا مبلغ يظبطني سنتين ثلاثه احلقه دلوقتي. قد ايه المبلغ ده؟ 15000 جنيه احلق شعري دلوقتي. 15000 جنيه بحلو؟ والله 15 ونتفاوض كمان. الحياه صعبه قوي يعني، الحياه صعبه قوي، ولذلك انا بطمن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلت هعتزل. انا مش هعتزل. اعتزل لمين؟ اسيب التمثيل لمين؟ اسيب الدخله على الكاميرا والهله دي على مين؟ اسيب الجست لما بقف قدام اي حد ده على مين؟ في ممثل بيقف بالجست دوت والافيش دوت؟ مستحيل. اسيب الكرفان ده لمين؟ والله العظيم لا تفليني. لا بس انا ثانيه واحده، فليني لو سمعت عشان تثبتي للناس كلها. فلي او اي حته في دماغي. يا استاذ ماجد بس ثانيه واحده، امال ايه مش جات شطاري عليا وتقولي لي حشرات؟ استاذ ماجد حياتك كنت اطول من كده بكتير. امتى؟ اذا انا شفتك قبل كده، ايه اللي حصل؟ دي حقيقه، ما انت جايه وعندي ازمه، الراجل ما جابش كريمات. هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما كنت. انا بطمن الجمهور. السيرم هو طبعا، ما انا كل احاسيسي ونموي جاي من فرحتي بشعري. لو متظبط وفي سيرم انا بنمو، لو مطفي يعني ممكن بعد بكره لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه. لا بس استاذ ماجد انا مش عايزه اضايقك، بس انا ما بستخدمش سيرم. فعلا؟ لا خلاص انا جايلي. انا يعني بشكرك وبشكر اهتمامك والقناه بتاعتك ان انتوا اهتميتوا بخبر اعتزالي، بس بعدها وبكررها انا مش هعتزل ولا هتنازل على اي دور بيعرض عليا بشعر اقرع بنص دماغي. وصلي للناس اللي نفسها ان انا اعتزل الرساله دي. احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد، ويعني ربنا يخلي لك شعر. ميرسي جدا، ميرسي على ذوقك، فرصه سعيده وكل سنه وانتم طيبين. كنت عايز اسالك سؤال بس. اتفضل. ما يجيش اي كريم عبال السيره من يجي بتاعي شنطتك؟ دوري كده. لا انا طبيعي. ميرسي على ذوقك. باي 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 الجمهور. ممكن عشان خصوصيتي. اتفضل حضرتك.
اشوار شعر كتير ده ماجد المصري من يومه مقضيها قوي وعايش ماليش انا عين عشان الومه ازاي وانا شعر